الأمازيغية، شي واحد سول على الأمازيغ يكون عصبي، حزب عدالة التنمية بحال وبحال بزاف ديال الأحزاب، لا أتصور واش عنده شي موقف صريح ومكتوب وقاد من المسألة الأمازيغية، بحال الدولة نفسها، الدولة نفسها باقي عندها ارتباك في تدبير هذه العملية، وحزب عدالة التنمية بحال بحال المجتمع، فيه اللي مآمن، فيه اللي شوية متردد، فيه اللي ما فاهمش، فيه اللي أمازيغي ومؤمن، فيه اللي باقي شي كيخلق عنده كيسحب له شي نزعة عرقية غتخلق شي بلبلة في البلاد وغدير التقسيم، شي باقي عنده رواسب الظهير البربري شي هذا النقاش كيتم، ولكن في لحظات معينة كيكون بعض التجني على هذا النقاش، وكاين حزب عدالة التنمية شي ناس حتى هما بحالهم بحال اللي كاين في المجتمع اللي ما مآمنينش بجدول أمازيغية، ولكن الأحزاب السياسية خصها تطور هذا النقاش، وحزب عدالة التنمية نفسه خصه يطور هذا النقاش بداخله، ولكن أنا كنآمن في النهاية بأن القرارات هي قرارات مؤسسات، وفي كل مرة كيوقع نقاش بحال مثلا واش نكتبو بتيفينا ولا ما نكتبوش بها، واش نقرر الأمازون ولا ما نقررش بها، هذا النقاش اللي وقع واش نكتبو في الأوراق النقدية بالأمازيغية ولا لا، الأحزاب السياسية في حاجة إلى أنها تنتج نقاشات وتخرج منها مواقف واضحة، ولكن أنا كنقول بأن هذا النقاش باقي كيتفاعل في البلاد والقانون التنظيمي نفسه باقي ما خرجش.